أما شفتلكم امبارح راجل ولا كل الرجالة؟ أيوة طول بعرض بقيمة، إنما إيه؟ آه يا ما كان نفسي أبقى زي ما أنت بتقول كده يا سعيد. طب إيه يا صار؟ هو أنت فكرك الشكل هو كل حاجة؟ إيه؟ أمال إيه يا أبو سالم؟ ده عمل عمايل في الخلق إمبارح؟ ده خلك كبير فيهم ما يبانش. مش المهم يقدر يعمل إيه وبس، المهم إنه يعمل حاجة ليها قيمتها. أنت صعبت الحكاية كده قوي يا أبو سالم. قول لنا كده واحده واحده ايه اللي تقصده. استنى بس استنى بس لما تكمل. استنى كمل كمل يا ابو سالم. اسمع انت وهو اسمع. استنى ما يقول. احنا قلنا مش المهم انك تهت في الناس وتخوفهم، المهم انك تعمل حاجه ليها قيمتها. يعني خد مثلا عندك الملك داود كان اصغر واحد في اخواته، يعني اي واحد منهم كان احسن منه ويعرف عال. قال يا دوب راعي غنم ويعرف شوية مزيك. لكن شوف بقى ربنا عمل به ايه. عمل ايه؟ قول يا ابو سالم. عمل كتير. هقول لك ايه ولا ايه؟ طب ايه رأيكم يا رجالي تكون دي حكاية النهاردة؟ ماشي يا ابو سالم. ماشي يا رجالي ان كانت دي رغبتكم. ايوه رغبتنا. ايوه رغبتنا. طب ما تجيبوا لنا الشاي بقى. انتوا عارفين من قصة صمويل النبي ان ربنا ما كانش راضي عن شاول بسبب اعماله، وكان صمويل كمان متضايق، فربنا كلمه وامره يروح عند واحد ساكن في بيت لحم اسمه ياسا. وقال ربنا لصمويل انه هيعين ملك على الشعب من بيت ياسا ده. لكن صمويل قال لربنا: ازاي بس اروح لبيت ياسا عشان اختار ملك؟ ده لو شاول عرف هيقتلني. لكن ربنا رد عليه وقال له ياخد معاه عجل يقدمه ذبيحة لله، ويدعي ياسا يحضر تقديم الذبيحة. وقال ربنا لصمويل كمان انه هيعرفه ايه اللي لازم يتعمل عشان يختار الملك اللي هو راضي عنه. وراح النبي صمويل على بيت لحم، ولما اهلها شافوه: يا ترى انت جاي للسلام ولا للسلام؟ طبعا انا جاي عشان اقدم ذبيحة لله، وانتوا كمان استعدوا وتعالوا معايا. استعد الناس وجوم عشان يحضروا تقديم الذبيحة، وكان من ضمنهم ياسا وولاده. وأول ما شاف صمويل ولاد ياسا: أنت مين؟ أنا أليآب ابن ياسا. أكيد هو ده اللي ربنا مختاره يبقى ملك. لكن ربنا قال لصمويل إنه ما يبصش للشكل ولا للوش ولا للطول والعرض. مش بيبص زي ما الناس بتبص. الناس بتبص على الشكل والمنظر، لكن الله بيبص للقلب. أما ياسا فكان بيجيب ولاده ويوريهم لصمويل: وادي ابي نداب، وده شمه، وده. لغايه ما صمويل شاف ولاد ياسا السبعه: لا 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 لا، ولا واحد من دول. امال ازاي ربنا مختار واحد من ولاد ياسا؟ يا ياسا، ولا واحد من دول هو اللي ربنا مختاره. انت عندك ولاد تاني انا لسه ما شفتهمش؟ مفيش بقى غير الصغير اهو بيرعى الغنمات. طب ابعت حد يندهله عشان انا مش هرتاح لغايه ما اشوفه. خد يا ابني روح اندهلي داود، تلاقيه هناك مع الغنم، قول له ابوك عايزه. وجي داود، واول ما صمويل شافه ارتاح له، وربنا كلمه وقال له يقوم يمسحه بالزيت عشان يبين ان هو ده الملك اللي هو اختاره. وفعلا خد صمويل الزيت ومسح داود قدام اخواته، ومن يومها وروح ربنا كان مع داود وبيديله قوة. وحصل ان شاول
ابتدى يتعذب عشان ما بقاش ربنا معاه زي الاول، وكمان كان فيه روح شرير بيهاجم. اكيد يا مولاي ده روح شرير بيعذبك. ليه ما تخليش خدامينك يدوروا لك على واحد من اللي بيضربوا على عود كويس، وتخليه يجي يضرب لك كل ما الروح الشرير يهاجمك؟ نعم يا مولاي، ده حتى يهديك ويريحك. فكرة. ليه ما نخليش الحرس يدوروا لنا على واحد بيضرب عود كويس؟ يا حراس. سمعا وطاعة يا مولاي. تلفوا البلد، ما تخلوش مكان ما تلفوش فيه لغاية ما تلاقوا لي واحد بيضرب عود كويس وتجيبوا لي هنا اوام. يلا ما عندناش وقت نضيعه. يلا انا عارف واحد ما فيش بعد كده في ضرب العود. اسمه داوود ابن ياسة اللي من بيت لحم، ده غير انه بطل شجاع في الحرب وفصيح فصاحة ما فيش زيه، وشكله جميل جدا كمان، ده غير ان ربنا معاه. هتقولي حالا. مولاي الملك شاول قدام جلالتك داوود بن ياسة. باين عليه شاب ممتاز، انا هخليه حامل سلاحي. ابعتوا حد يبلغ ابوه ياسة اني عايزه يفضل معايا هنا. وفي يوم من الايام الروح الشرير اللي بيهاجم شاول نزل عليه لما خلاه. الحقوني مش مستحمل. فين داود؟ الحقوني بداود. وجي داود حالا وضرب على عوده لشاول. المزيكا بتاعتك دي مريحة قوي يا داود. الحمد لله على سلامتك يا جلالة الملك، أنا دايما في الخدمة وتحت الأمر. وحصل مرة إن الأعداء جمعوا جيوشهم عشان يحاربوا شاول وجيوشه في حتة اسمها وادي البطن قريبة من بيت لاح، وكان كل جيش منهم معسكر على جبل قدام التاني. قام خرج من جيش الفلسطينيين واحد ضخم كان طوله يجي 3 امتار، وكان لابس لبس الحرب من خوذه لدرع، وكان ماسك في ايده رمح زي النول بتاع السجاد، وكان متسلح بطريقه تخلي العلم تخاف منه وتهرب. الراجل ده كان اسمه جليار. يلا ما دام جيتوا تحاربوا يا بتوع شاول، انتوا هتولي واحد يبارزني، ان غلبني كلنا نبقى عندكم عبيد، لكن ان غلبته وطبعا هو ده اللي هيحصل تشرفوا عندنا وتبقوا ادوا العبيد عندنا. وانا بتحداكم يا بني اسرائيل، ان لقيتوا في وسطيكم حد يقدر يبارزني. يا نهار ابيض، الراجل ده شكله من غير مبارزه ولا حرب يدوخ الواحد. الظاهر ان احنا متنا خلاص. رغم الجدع ده فين؟ ده صوته بيهز جبل. وفضل الحال على كده، كل يوم كان جلياط يخرج قدام جيش شاول يضيق ويزل فيهم. قعد على الحال ده كتير، 40 يوم، لغاية ما في يوم داود كان واخد لإخواته الكبار اللي في الجيش مع شاول أكل، وشاف جلياط وسمع الكلام اللي بيهزأ به شاول وجيشه، وشاف إن كل الجيش بيخاف من جلياط.
أم داود سأل واحد من العساك تفتكر اللي يقتل جولياد ده ويريح الناس منه ومن كلامه اللي زي السم يستحق ايه؟ الملك قال انه هيدي مكافأة من غير حساب للي يقتله، وكمان هيجوزه بنته ويعفيه هو واهله من الضرايب والسخر. اللي جابك هنا يا سي داود؟ انت مش هتبطل الغرور اللي انت فيه ده؟ سايب الغنم لمين؟ ايه يا لئاب؟ ايش حال لو ما كنتش اخويا الكبير وعارفني انا مغرور؟ ولا يعني السؤال حرم؟ جلالة الملك شاوي، داود الراعي ده اللي جلالتك عارفه، اللي بيضرب على العود، عمال كل شوية يسأل عن المكافأة اللي ياخدها اللي يقتل جلياط. داود الراعي؟ ها، ده أصغر واحد في إخواته. معقولة؟ طيب هتهولي داود يا جلالة الملك. تعال يا داود، إيه الحكاية؟ أنا سامع أنك مشغول بحكاية المكافأة اللي عملتها للي يقتل جولياط. تكونش مش المفروض يا جلالة الملك نخاف من جولياط ده؟ أنا مستعد حربه. أنت أنت يا داود عايز تحارب جولياط؟ أنت ناسي أنت قد إيه وهو قد إيه، ولا ما انتش واخد بالك ان انت راعي غنم صغير وهو قايم نايم في الحرب من صغره؟ انا هقول لجلالتك على حكاية حصلت معايا وانا برعى الغنم. قول يا داود، سمعني. مرة هجم على الغنم اسد ودبة وخطفوا مني خروف، وهرب الاسد والخروف في بقه وانا وراه لغاية ما حصلته وخلصت الخروف من سنانه. أم هجم عليا رحت تمسكه من دقنه وهاتك يا ضرب فيه لغاية ما مات، وبنفس الطريقة موت الدبة كمان، وأنا هعتبر جوليات زي واحد منهم لأنه بيتكلم بطريقة وحشة جدا على جيوش شعب الله الحي. يا داود أنا مش عايزك تبقى تفتكر إن الحكاية سهلة، شعورك كويس أوي، لكن ده مش كفاية عشان تغامر المغامرة دي. انت فاهم لو غلبك هيحصل ايه؟ انت هتضيع طبعا، لكن الاهم ان الجيش كله والشعب هيبقوا عبيد للفلسطينيين. يا جلالة الملك، الرب اللي انقذني من الاسد والدب يقدر ينقذني من ايد جوليات؟ اقول لك ايه يا داود، روح روح حرب وربنا معاك. وحاول شاول يخلي داود يلبس هدوم الحرب اللي كلها حديد ونحاس. ايه ده؟ هما بيمشوا بالحاجات دي ازاي؟ الحقوني، ها مش قادر مش قادر امشي. وخلع داود لبس الحرب اللي ما كانش متعود عليه. انا اخد عصايتي ونبلتي ونقيلي كده قد خمس سلطات وربنا يديني النصر من عنده. لسه ما لقيتوش حد يقدر يبارزني، لازم ما دورتوش كويس. انا اللي هبارزك. دي محزنه. ما لقيتوش الا انت يا صغير يا حليوه اللي تيجي تبارزني. روح يا ابني شوف عيال الجيران نلعب معاهم، ولا تكونوش فاكرني كلب علشان تبعتولي واحد بعصايا. تعال هنا، تعال وانا خلي الطيور تاكل من لحمك النهارده. خد بالك، انت جاي تحاربني بسيف وحربه وعده حرب كامله، لكن انا بحاربك باسم الله. الله اللي بنعبده، الله اللي انت بتحاول تتحداه. يا ابني بقول لك امشي من قدامي لحسن، لو شخطت فيك شخطه هتنتهي. ان شاء الله ربنا هيوقعك النهارده في ايدي وهقتلك وهقطع راسك دي من جسمك. ده داود صدق انه ممكن يقتل جليان؟ داود اتجنن يا جدعان وهيضيعنا بغروره دوت. وبعد ما اقطع راسك هتكون جثتك وجثث كل اللي معاك اكله شهيه للطيور والحيوانات، وهتشوف يا جليان. بس هتشوف ازاي؟ ده انت هتكون مت خلاص. اعل اعل، بلاش تهور. ده مش تهور، لازم كل الناس تعرف انه مش بالسيف ولا بالسلاح ربنا بينصر، لازم العالم كله يعرف ان لينا اله
هينقذنا من أعدائنا ويخلصنا منهم. طب اديني اهو قدامك يا حبيبي. جبت لنفسك يا ولاد، وادي الزلطة من نوع ممتاز، وادي النبلة، ويا ويلك يا ويلك يا عدو الله يا ويلك. وخبطت الزلطة في راس جوليان. ربنا نصرنا بقوته هو على الأعداء وأعدائنا. خلي الناس تعرف إن الله حي. وقع جلياط ميت لأن داود انتصر عليه بقوة الله الواحد الحي، وزي ما داود قال قام خد سيف جلياط وقطع به راسه، وشاف الفلسطينيين المنظر ده وهربوا، لكن جه شاول أعلن الحرب وكانت معركة حامية وجثث الفلسطينيين ملت الدنيا، وخد داود معاه سيف جلياط وعدة الحرب بتاعته. وخد أبنير رئيس الجيش داود ومعاه راس جلياط وقدمه للملك شاول اللي هنه على النصر وكافه. في الوقت ده يوناثان ابن شاول وداود بقيوا أصحاب جدا وكانوا أكتر من الإخوات، وفضل داود مع شاول وكان ربنا بينجحه في كل أعماله لدرجة إن شاول خلاه هو المسؤول عن الجيش، والشعب كله كان مبسوط بداود وبيتكلموا عنه وعن شجاعته في كل مكان. مش معقول، مش معقول الكلام اللي بيقولوه على داود ده. ده انا الملك مش بيقولوا عليا قده، ده مش ناقص غير انهم يعملوه ملك بدالي. وحاول شاول يقتل داود من غيظه لكن ربنا كان بينجيه منه وعزله من عنده، لكن فضل الناس بيحبوا داود وما زال ربنا بيديله النجاح في كل اعماله. أحسن طريقة عشان أتخلص من داود هي إني أخلي الأعداء هم اللي يموتوا في الحرب. يا حارس يا حارس. أمر مولاي. ابعت حالا انده لداود قل له الملك شاول عايزك. نعم يا مولاي، عبدك وتحت أمرك. أنا قررت أجوزك بنتي الكبيرة بس بشرط إنك تحارب كل حروب الرب ضد أعدائنا. يا جلالة الملك، أنا ما استحقش كل ده، ده أنا وحياتي وعيلتي كلنا ما نسويش إننا نناسب جلالة الملك. أنت تستاهل كل اللي بعمله عشانك يا داود، طول بالك بس عليا. ولما جه الميعاد اللي اتفقوا عليه للجواز جوز شاول بنته الواحد تاني، لكن ميكال بنت شاول الصغيرة حبت داود، ولما عرف شاول بكده على اي حال كويس، وده يبقى الفخ اللي يقع فيه داود عشان الفلسطينيين يقتلوه. وفضل الحال على كده، شاول غيران ومتضايق من داود وبيدبر له كل مقلب ومقلب عشان يتخلص منه، لكن ربنا بينجيه لغاية ما صلت ابن يوناثان انه يقتله. لكن زي ما عرفنا يوناثان كان بيحب داود جدا فراح قال له خد بالك يا داود، ابويا عايز يقتلك،
فاعمل حسابك تستخبى بكرة في حتة وانا هخرج مع ابويا ونروح الحتة دي واتكلم معاه عنك شوية وبعدين اقولك على اللي هيحصل. انت ليه عايز تنتقم من داود؟ ده انت الملك وهو عبد عندك وما غلطش في حاجة، بالعكس ده حارب جوليات وخلصنا كلنا وانت نفسك كنت مبسوط بيه، ليه بقى عايز دلوقتي تقتله من غير داعي؟ على العموم انا اوعدك قدام الله اني مش هقتله. صحيح يا ابويا، فرحتني. شفت يا داود، محدش هيلمسك وحترجع عند الملك زي ما كنت قبل كده. وحاول شاول مرة تاني يقتل داود، لكن ميكال مرات داود هربته من ابوها وحطت مكانه في السرير تمثال وغطته بملاية، وبعد شاول العساكر بتوعه يقتلوه فلقيوا التمثال مكانه، وعرف شاول ان ميكال بنته هي اللي هربته. ليه يا ميكال تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تنجي عدو من ايديا؟ ليه انا عملت كده؟ عشان داود كان ممكن يقتلني لو ما هربتوش. وطلع داود على حتة اسمها الرامة عند النبي صمويل وحكى للنبي عن كل اللي عمله معاه شاول. بعد شاول عساكر من عنده ورا داود عشان يقبضوا عليه، وفي كل مرة كان العساكر دول يقعدوا مع الانبياء فيحل عليهم روح الله ويتنبأوا هم كمان، لغاية لما شاول راح بنفسه وبرضه حل عليه روح ربنا ويتنبأ قدام صمويل. وبقت الحكاية دي مضرب المثل وبقى الناس يقولوا ده، حتى شاول بقى يتنبأ. وبعد كده هرب داود من الرامة وقابل يونسان. أنا إيه اللي عملته يا يونسان في حق الملك عشان يبقى مصمم كده على قتلي؟ لا ما تقولش كده، مش ممكن تموت، وأبويا مش هيعمل حاجة من غير ما يقولي عليها، ومفيش سبب يخليه يخفي عني الموضوع ده. أنت بس خايف من غير داعي. أبوك عارف إن أنا وإنت أصحاب عشان كده مش عايز يقولك عشان ما تتضايقش. وديني بقولك إن بيني وبين الموت خطوة. على العموم اللي تطلبه مني أنا هعملهولك. بكرة في حفلة بمناسبة أول الشهر وانا متعود اكل مع الملك، لكن هروح استخبى في الغيط لبعد بكره. طب لو الملك سال عنك نقول له ايه؟ قول له اني استاذنت منك ورحت بيت لحم، اذا قال ماشي ابقى انا في امان، لكن لو اتغاظ يبقى ناويلي على شر، وتبقى انت كده خدمتني خدمه ما انساهاش. وانا ان كنت غلطان تعال انت وقتلني، احسن ما ابوك هو اللي يقتلني. لا 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 ما تقولش كده يا داود، لو كان ابويا ناويلك على شر انا كنت قلت لك. طب مين يقول لي اذا كان الملك ناويلي على شر؟ تعال بينا نخرج على الغيط. شوف يا داود، ربنا يشهد عليا، لو عرفت ان ابويا ناويلك نيه طيبه وما جيتش اقول لك بكره ولا بعد بكره زي دلوقتي، يبقى ربنا يعاقبني اشد عقاب. وانا عرفت انه ناويلك على شر هاجي برضو اقولك عشان تهرب مني، وربنا معاك على اي حال، لكن عهدني انك تحافظ على العهد ده مع عيلتي كمان. طب ازاي هتقدر توصل لي الكلام ده؟ انا هاجي هنا ومعايا خادم وهرمي 3 سهام جنب المكان اللي هتكون انت مستخبي فيه، ولو قلت للخادم هات السهام اللي جنبك تعرف انك في امان. طب لو كان الوضع غير كده؟ ساعتها هقول للخادم اطلع هات السهام اللي قدامك، وهنا تعرف انك لازم تهرب. وده كان عهد بين داود ويوناسان. ولما جه وقت الاحتفال ما كانش داود موجود اول يوم، لكن الملك معلقش. لكن تاني يوم ايه يا يوناسان؟ مال فين ابن ياسا؟ ده ما بانش امبارح ولا النهارده. فعلا ما بانش، بس استأذن مني عشان يحضر تقديم الذبيحة مع عيلته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكر اني مش عارف
ان اتفاقاتك مع ابن يسا ده هتوديك في ده انت واللي معاك. اتفاقات ايه بس اللي بتتكلم عنها؟ خليني اشرح لك الموضوع. هتشرح ليش؟ هتشرح ايه؟ طول ما ابن يسا ده حي مش ممكن هتكون انت الملك. اسمعني بس يا ابويا. مفيش اسمعني. ابعت خليهم يقبضوا عليه حالا ويتقتل كمان. بس هو عمل ايه عشان يتقتل؟ ايه ذنبه؟ وراح شاور رمي الحرب بتاعته على يوناثان فقام على طول. وتاني يوم الصبح طلع على الغيط ومعاه الخادم تمام زي ما كان متفق مع داود، ورمى بالسهم 3 مرات. اطلع هات السهام اللي هرميها. يلا اهي قدامك، يلا بسرعة. وجاب الخادم السهام اللي رماها يوناثان، وهو مش فاهم طبعا ان دي كانت علامة بين يوناثان وداود. يلا يا ابني خد السلاح ده وارجع بيه. داود، داود يلا هرب. مع السلامة يا داود، مع السلامة. والعهد اللي بيننا هيفضل بيننا وبين عيلتنا كمان. وافترق الأصحاب، لكن العهد فضل هو العهد ما يتغيرش. مش داود هربان من شاول، ورجع يوناثان المدينة بتاعته تاني. وصل داود عند أخي مالك الكاهن اللي أول ما شافه. إيه يا داود، يعني جاي وحدك؟ خير؟ الحقيقة الملك كلفني بمهمة وأمرني إن خليها سر. طيب وفين رجالتك؟ اتفقت معاهم إنهم يقابلوني في حتة. المهم عندك إيه التاكل؟ ما عنديش عيش من بتاعنا، لكن عندي الخبز المقدس اللي بنقدمه قربان لله. ممكن تاخد لرجالتك يأكلوا منه، بس بشرط يكونوا طهرين. بالتأكيد هما طهرين، عشان دي عادتنا لما نكون في مهمة، خصوصا لو كانت مهمة مقدسة. خلاص خلاص خدوا العيش وكلوا. يا ترى ما لقيش عندك سيف ولا حربة؟ احسن ما لحقتش اخد سيفي عشان الملك كان مستعجلني. عندي سيف جليات الجبار اللي انت قتلته، خدوا ان كنت تحب. وهو في احسن من كده؟ اديهوني لو سمحت. وهرب داود من شاول وراح عند اخيش ملك جت، وده يعتبر عدو شاول. وأول ما رجالة الملك أخي شافوه، إيه ده؟ مش ده داود الملك؟ أيوة صحيح، مش هو اللي كانوا بيغنوله لما قتل جليات؟ يا خبر، هم عرفوني إزاي؟ دي حاجة تخوف. أعمل إيه دلوقتي؟ أيوة أحسن حاجة أعمل نفسي مجنون. ايه اللي انتوا جايبينه لي ده؟ احنا ناقصنا مجانين. ايه اللي يخلي واحد زي ده يدخل بيتي؟ وهرب داود تاني من مدينة جت لمغارة عدلام. فلما اخواته وقرايبه سمعوا انه هناك راحوا له، فبقى الناس اللي معاه يجي 400 راجل. ولما عرف شاول اخبار داود قال رجالته، ها ايه اللي اداهولكوا داود عشان تخبوا علي انه عامل عهد مع ابني يوناثان؟ ها اداكوا ارض ولا اداكوا مراكز؟ ايه اللي خلاكوا تقفوا ضدي؟ تكلموا ليه تسطرتوا على ابني لما قوم داود عليا؟ ليه؟ انا عاوز اقول لجلالتك حاجة. عاوز تقول ايه يا دواخ بعد اللي حصل؟ هو لسه فيه قوالة؟ انا شفت داود رايح عند اخي مالك، واخي مالك كان بيقوله نصيحة على اساس مشيئة الله، وبعدين اداله اكل واداله كمان سيف جليات. نصيحة واكل وسيف جليات؟ هتولي أخي مالك وكل كهنة أهله هتهم لهنا. سمعا وطاعة يا جلالة الملك.
ابن أخي طوب، تعال. تحت أمر جلالة الملك. رايح تتفق علي أنت وابن ياسة؟ حاشا لله يا جلالة الملك، أنا مش ممكن أتفق عليه. لا 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 لا، اتفقت. مش أنت برضو اللي اديت أكل لداود، واديته سيف جوليات، واديته نصيحة من عند الله عشان يثور ضدي؟ ازاي يا جلالة الملك تقول كده؟ هو في حد في كل رجالتك زي داود؟ ده راجل امين، وما تنساش انه كمان نسيب جلالتك وقائد الحرس، وكمان دي مش اول مرة استشير الله عشانه. لا يا جلالة الملك، لا، ما تتهمنيش لا انا ولا حد من اهلي بالتهمة دي، انا مش قدها. ده انا مش بس هتهمك، ده انا هموتك انت واهلك. مفيش ولا فرصة ولا غيره. يا حراس، يا حراس، امر مولاي الملك. خدوا اللي واقفين قدامكم دول ومعاهم كل الكهنة واقتلوهم، ما تخليش فيهم واحد يعيش. انا لازم اخليهم عبرة للكل بسبب اتفاقهم مع داود. بس يا جلالة الملك. ما بسش، نفذ الاوامر بسرعة. يلا يلا يلا. والغريب ان الحراس ما رضيوش يقتلوا الكهنة. قام الملك شاول خلى دواغي الادومي الاجنبي ده هو اللي يلف عليهم واحد واحد ويقتلهم، فقتل في اليوم ده 85 كاهن، وما نجاش غير واحد بس من ولاد اخي مالك، هو ابياثار اللي جري على داود. شفت الملك شاول قتل الكهنة؟ على العموم انا لما شفت دواغ هناك عرفت انه ضروري هيقول لشاول. انا السبب في كل اللي حصل، انا السبب في قتل اهلك كلهم. على اي حال خليك معايا، ويبقى اللي عايز يقتلك يقتلني معاك. وعرف داود ان اعداء شعبه هجموا على مكان اسمه قعيلة، فبعد ما استشار الله نزل حاربهم وهزمهم. في الوقت ده عرف شاول ان داود في قعيلة. داود في قعيلة؟ يبقى وقع في ايدي. دينا على هناك. عرفني بحكمتك، يا ترى شاول هيحاصر قعيلة زي ما الناس بيقولوا؟ يا رب ارشدني للكلام الصحيح. والله كلم داود النبي وعرفه ان شاول جاي فعلا على قعيلة وهيحاصرها عشان ينتقم منه، ان اهل قعيلة هيسلموه لشاول هو وكل رجالته. يلا بينا يا رجالة نهرب من هنا، عشان الله سبحانه وتعالى أكد لي أن أهل قعيلة هيسلمونا لشاول لو فضلنا هنا. يلا بينا. يا جلالة الملك، يا جلالة الملك شاول. إيه؟ في إيه؟ داود هرب هو ورجالته من قعيلة وطلع على الجبال. آه، يا كده وراهم، وراهم لغاية ما يقعوا في إيديا. وعرف داود ان شاول بيطرد وبيدور عليه في كل مكان، لكن جاله يوناثان صاحبه ابن شاول يشجعه عشان يتمسك بأمانة الله. داود ما تخافش يا داود، مش ممكن ابويا يطولك. ازاي يا يوناثان؟ ده بيدور عليا في كل مكان. ما تخافش، انت اللي هتكون الملك وانا اللي هكون الرجل التاني معاك. خد بالك،
ابويا عارف كل ده. ورجع يونسان بعد كده للبيت وفضل داود مستخب في الغابة زي ما هو، وراح نسل شاول ووعده يسلموا لداود. اشكركم اشكركم، انتوا كده بتعملوا فيا معروف كبير. احنا خدامين جلالة الملك شاول، احنا رقبتنا فداك يا جلالة الملك. شكرا شكرا، بس انا عايزكم تعرفوا لي مكانه بالظبط احسن. ده مكر جدا. احنا مش بس هنعرف لك مكانه، لا احنا هنعرف لك كل الاماكن اللي ممكن يروح فيها. جميل جميل. هديك وقعت في ايديا تاني يا ابني ياسا. وفضل شاول والناس اللي معاه يدوروا على داود، وكان كل ما داود يعرف انهم وراه كان يروح مكان تاني، لغاية ما في يوم عرف شاول ان الاعداء بيهاجموا المكان اللي كان فيه، فغير رأيه، بدل ما كان بيدور على داود قرر يحارب الاعداء. اما داود فراح يستخبى في حتة اسمها عين جدي، وبعد الحرب عرف شاول مكانه، فخد معاه 3000 راجل من احسن رجالته وتن وراه. هو في السكة دخل مغارة لوحده، وكان داود ورجالته قاعدين فيها، وشاول ما كانش عارف. مش ده الملك شاول؟ بانه هو يبقى وقع في ايد داود. انا هدي خبر لسيدي داود. سيدي سيدي، شاول هنا في المغارة اللي احنا فيها وما يعرفش ان احنا هنا. هو اللي هناك ده؟ هي دي فرصتك، ادي ربنا سلم لك عدوك في ايدك. وراح داود وخد معاه سيفه وقطع حته من عبايه شاول، لكن قبل ما يعمل فيه حاجه، معقوله معقوله اذي الملك اللي الله اختاره؟ لا مش ممكن اعمل كده. يلا بينا يا رجاله. ايه اللي بيحصل ده؟ ده جاي لك لغايه عندك. ما تنسوش ان ده الملك اللي ربنا عينه علينا، ما حدش فيكم يلمسه. وخرج شاول من المغاره ووراه داود. يا جلاله الملك شاول، يا جلاله الملك شاول. مين؟ داود؟ ايوه داود يا جلاله الملك. ليه يا مولاي تسمع كلام الناس وتصدق اني ناوي اذيك؟ مش هو ده اللي انت ناوي عليه برضه؟ اديك شفت بعينك النهارده، جلالتك كنت قدامي وكان ممكن اعمل اي حاجه انا عايزها، والدليل اهو. ايه ده؟ ده طرف جبتك يا جلاله الملك. انا كنت ممكن اقتل الملك لو كنت ناوي على كده، لكن اللي مش ممكن اعمله هو ان اقتل الشخص اللي الله عينه ملك علينا. يعني عايز تعمل ايه دلوقتي؟ مش عايز اعمل حاجه يا جلاله الملك، ربنا هو اللي يقضي بحكمته. ربنا بيقول الشر ما يجيش غير من عند الأشرار، لكن مين اللي جلالة الملك بحاله بيطرده؟ ده أنا بالنسبة ليك يا دوب كلب ميت ولا برغوث حقير، ربنا هو اللي ينقذني منه. كفاية كفاية يا داود كفاية، انت فعلا طلعت أحسن مني. انت عملت معايا خير لكن أنا عملت معاك شر. انت عفيت عني وقت ما كان ممكن تموتني، ربنا يكافئك. ما تقولش كده يا جلالة الملك. لا يا داود، ده انت الملك وربنا يقوي المملكة على ايدك، بس يا ريت توعدني انك ما تبتش نسلي ولا تقضي على اهلي من بعدي. اوعدك اوعدك. ورجع شاول لبيته، وراح داود على الحصن اللي قاعد فيه. وتمر الايام ويجي الناس تاني ويحاولوا يهيجوا شاول على داود. جلالة الملك، داود لسه مستخبي في الجبل. لسه مستخبي؟ طب يلا يا رجاله يلا يلا بينا. Thank you.
بس يا رجالة، خلونا ننصب خيامنا هنا. وسمع داود ان شاول مستنيله وبيدور عليه عشان يموته، قام بعت جواسيس يعرفوا مكانه، وخد بعضه وطلع على المكان ده، فشاف شاول نايم والعساكر حواليه، قام رجع وقال لرجالته: ها مين هيجي معايا للحتة اللي فيها شاول؟ انا هروح معاك. انت يا ابيشاي، يبقى معادنا بالليل نتسحب لغاية ما نوصل هناك. اهو، مش ده شاول نايم هناك ده؟ ايوه هو. تعالى تعالى. اظن دي بقى فرصة العمر، انت تقدر تقتله من غير ما حد يحس. انت بتقول ايه؟ اقتل الشخص اللي ربنا عينه مالك علينا؟ ده مستحيل. احنا بس ناخد الحربة اللي مغروسة جنب راسه وكوز المية ده، ويلا بينا من غير ما حد يحس بينا خالص. ماشي كده، رايح فين؟ عايز اطلع الجبل ده. يلا ورايا، بس المهم ما حدش يحس بينا. يا ابنير يا ابنير يا رئيس الجيش، رد عليا. مين اللي بينادي؟ ايه يا ابنير، انت مش قد المسؤولية ولا ايه؟ مش قادر تحرس الملك بتاعك؟ انت بتتكلم عن ايه؟ مش عارف انا بتكلم عن ايه. طب تقدر تقولي فين الحربة بتاعت الملك وكوز المية اللي كانوا عند راسه؟ ايه ده؟ ده صوتك يا داود؟ انت فين يا ابني؟ مش ده صوت جلالة الملك برضو؟ ايوه يا ابني ده صوتي. ليه يا جلالة الملك بتطاردني لغاية دلوقتي؟ انا عملت لجلالتك ايه؟ على العموم انا عايزك تسمعني شوية. اذا كان ربنا هو اللي عايزك تنتقم مني، يبقى قدم ذبيحة عشان يرضى عليا، وان كان الناس هم اللي بيسلطوك عليا، يبقى ربنا يلعنهم زي ما خلوني اسيب بلدي. بلاش تهدر دمي في بلد غريبة وتفضل كده تطارد حتة برغوت ما يسويش. انا غلطان في حقك يا داود. تعال تعالى، مش هعمل لك حاجة. كفاية انك ما قتلتنيش مع انك كنت تقدر. على العموم ادي حربتك وكوز المية اهم، خلي اي حد يجي وياخدهم، وربنا يجازي كل واحد على حسب اعماله. وزي ما كانت نفسك عزيزة عليا وما قتلتكش، نفسي هتكون عزيزة في عينين ربنا، وهو اللي ينقذني من كل دي. ربنا يباركك يا داود يا ابني، ربنا يباركك. انت تقدر تعمل حاجات كتيرة وتنجح فيها. وفكر داود انه لو فضل في بلده ممكن شاول يقتله، ففكر يروح على ارض الفلسطينيين ويقعد هناك لغاية ما شاول ينساه. وراح خد حاله وعياله وطلع على فلسطين وعاش هناك سنة واربعة اشهر. وقامت حرب بين الفلسطينيين وبني إسرائيل، وانهزم فيها بني إسرائيل. وشاول لما لقي الحكاية كده قام فوت سيفه في بطنه ومات هو وولاده. وبعدين جم ناس ولموا عظمهم ودفنوهم تحت شجرة بلوط في حتة اسمها يبيش، وتولى داود العرش بعديه. واتجمع بعد كده كل شيوخ الشعب حوالين داود، وقعدوا يهتفوا بحياته وبانه هو الملك اللي ربنا عينه لهم، انه هو اللي كان بيحقق كل انتصارات في الحرب ضد الاعداء. وكان اكتر حاجة داود الملك عايز يعملها هي انه يرجع تابوت العهد، يعني الصندوق اللي كان فيه اللوحين اللي عليهم الوصايا العشر، وحتة من المن إلا الله كان بيديه للشعب ياكلوه لما خرجوا من مصر. فجمع كل قادة الشعب واتفاهم معاهم في الموضوع دي. ايه رأيكم نبعت نجيب كل الإخوة من كل مكان، عشان ضروري بقى نرجع تابوت العهد اللي أخدوه الأعداء من أيام شاول. ليلة طيب
مادام كلنا موافقين يلا بينا. وطلع داود ومعاه رؤساء الشعب على قرية اسمها يعاريم، هي اللي كان فيها تابوت العهد، وكان احتفال كبير لما خدوا التابوت ورجعوا بيه. حطوا التابوت على عربية بيجرها تيران. حازم، حازم يا عزة، التيران هتقع. انت بتفكر في التيران وبس، ده التابوت نفسه هيقع. اسند يا عزة، اسند التابوت. لا يا عزة، اوعى تسند بايدك، اوعى تسند بايدك. الحقوا الحقوا، عزة وقع. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مات. كانش لازم يلمس التابوت بايده، ربنا قال كده محدش يلمس التابوت بايده غير الكهنة. يعني كان يعمل ايه؟ هو ده جزاته انه كان بيساعد؟ مش المهم المساعدة، المهم الطريقة تكون على حسب ما ربنا قال. على اي حال خلونا ننقل التابوت من غير ما نلمسه. يعني ننقله ازاي؟ يعني انت شايف ان كل ناحية من التابوت فيها حلقتين، فوت فيهم عصاية وشيلوا منها، كل اتنين قدام بعض. اوامرك يا جلالة الملك. وخدوا التابوت على بيت واحد اسمه عبيد ادوم، وسابوه هناك 3 أشهر، وفي 3 أشهر دول ربنا بارك المكان بسبب وجود التابوت. وبنى داود خيمة عشان يحط فيها التابوت، واتفقوا على يوم ينقلوه فيه، وعملوا في اليوم ده احتفالات هايلة. جه الموسيقيين والكهنة وكل كبار البلد من شيوخ ورؤساء، وذبحوا 7 عجول و7 كباش. ومن الفرحة برجوع تابوت العهد قام داود ورقص وهو بيشكر ربنا على انه ساعدهم يرجعوا التابوت. في الوقت ده كانت ميكال بنت شاول مرات داود بتبص من الشباك. انا مش مصدقه عيني، معقوله اللي انا شايفاه ده؟ داود الملك بيرقص؟ ده ايه التهزيق ده؟ لا لا لا، دي مش حاجه تليق بالملك ابدا. وزي ما احنا عارفين داود هو صاحب المزامير. أيوة، المزامير اللي هي أغاني بيسبح بيها داود الله على أعماله العظيمة اللي عملها معاه. قام داود خلى واحد اسمه آساف يغني لله هو والناس اللي كانوا معاه. شوفوا لي ناثان النبي. أمر مولاي. تعالى يا نزهان، بقى أنا دلوقتي ساكن في قصر جميل وفخم، وتابوت العهد بتاع ربنا لسه محطوط في خيمة. اللي تشوفه جلالتك ننفذه وربنا معاك. يا جلالة الملك، ربنا عنده كلام ليك لازم اوصله لك. اتفضل اتكلم يا ناثان. اسمع يا جلالتي الملك داود، الله بيقول انه اختارك من وقت ما كنت راعي للغنم، وعينك ملك على شعبه، ونصرك على كل اعدائك، وعظم اسمك وسط الناس، وادالكم ارض تعيشوا فيها. اما عن حكاية البيت اللي انت عايز تبنيه ليه، فالله بيقول ان حد من نسلك حيكون ملك بعدك، وهو اللي حيبني بيت لله. يا رب، انا مين يا رب عشان تنعم عليا وعلى عيلتي بكل النعم دي وترفعني للمكانة دي؟ انا مش عارف ازاي ممكن اشكرك يا الله. انت كنت مع كل شعبك من وقت ما حررتهم من العبودية لغاية ما خلتهم امة بيعبدوك، واستأمنتهم على تعريف كل الشعوب باسمك القدوس. يا رب احفظ وعدك ليا ولذريتي، عشان اللي انت بتباركه بتفضل بركتك عليه للأبد.
كان ربنا كل يوم بيبارك داود وبينصره على كل عدو يحاول يقف ضده، وفي كل الحروب اللي داود دخلها وربنا اداله النصر كان داود بياخد غنايم ذهب وفضة وبيخليها كلها لله. وفي يوم من الايام نده داود لابنه سليمان. شوف يا سليمان يا ابني، انا كان في نيتي ابني بيت لله، لكن الله نفسه قال مش انا اللي هبني لكن حد من ولادي، عشان انا دخلت حروب كتيرة مات فيها ناس كتير، وانت ابني اللي ربنا كان بيتكلم عنك وقال انه هيريحك من اعدائك وهيعيشك في سلام وامان وملكك هيدوم للابد، والله نفسه هيكون معاك وهيديك حكمة عشان تطيعه وتقود الشعب. اتشجع يا سليمان وما تخافش من حاجة، وانا عملت كل اللي قدرت عليه عشان اجهز لبنى بيت الله. هتلاقي ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب وحجارة، وهتلاقي كمان عمال مهرة وفلوس، وفوق الكل ربنا معاك. دي كلها حاجات عظيمة، ودايما أعمال ربنا وعطاياه عظيمة. ولما كبر داود في السن نصب سليمان ابنه ملك على الشعب، وقصى كل الناس اللي كانوا بيخدموا ربنا معاه الكاهنة واللويين يكونوا مشجعين لسليمان ويساعدوه في الملك وفي بنى الهيكل، البيت يعني اللي داود وصى سليمان يبنيه لله، وصاه كمان بكل حاجة لازم يعملها في البيت ده عشان ده هيكون بيت الله ولازم يكون على أحسن حال. وملك داود لمدة 40 سنة اتمتع فيها بالغنى والكرامة، وملك من بعده ابنه سليمان الحكيم.